اللاعبين ما عليهم من واجبات وأمور فنية في أرضية الملعب. إذن صافرة علي محمود تنطلق في بداية أحداث المباراة ناحية اليسار. جمعة سعيد بيستلم كرة بيحاول لعب كرة عرضية تنحب الرأس خطرة لكن يطوف من سامي الصانع بيحاول يتابعها برأسها إلى أحمد زنكي. زنكي بيحاول يسيطر على الكرة لكن هيد المجمد قطعها. أحمد زنكي يخطفها بيحاول يتقدم بيحاول يمر ومعه تغطية وهذه كرة خطرة خطرة لكن بيشيلها في اللحظة الأخيرة. برافو مهدي دشتي. واقع حاصل هذه اللقطة لي يعني أحمد الزنكي. تقدم أحمد الزنكي رغم محاولة إعاقة لأحمد الزنكي من حمد القلاط. الحصول أو توقف وتعثر من قبل نادي السالمية. كرة مقطوعة إلى يوسف ناصر هذه خطرة على المرمى لكن بيشيلها نواف المنصور. نواف المنصور لخارج الملعب كورنر لصالح نادي السالمية. خطف الكرة إذن كان بشكل جميل والمتابعة بشكل أيضا متوازن. يوسف ناصر حطها بيمينه على طول سريعة لكن يبعد الكرة لخارج الملعب كورنر لصالح نادي الكويت. كرة ملعوبة محاولة الحظ الراس الله هو المتخصص فيها هو اللي يعرف وين يوديها. هادي حمود في مرمى نادي السالمية هدف أول في المباراة بالدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول. فادي حمود هو عارف الطريق هو عارف يحط الكرة بالجول من كرات الثابتة وإذا أتت من الكورنر ليسجل حضوره بنجاح. فادي حمود في هذه اللحظة إذا يسجل هدف التقدم وهدف الأول لصالح نادي الكويت في الدقيقة 12. لاحظ اللقطة من الكورنر بكرة رأسية ناجحة غير فيها اتجاه الكرة إلى يسار حارس مرمى نادي السالمية بتسجيل هدف أول في المباراة وينجح إذن. وإلى ملعوبة ناحية اليسار إلى فيصل زايد حاول سيسوكو شايد على المرمى لكن نواف المنصور. واللقاء اللي يجمع الفريقين السالمية صاحب المركز الثالث والكويت صاحب المركز الأول ومتصدر إلى الآن. إلى مشاري النامي إلى عبد الواحد سيسوكو. سيسوكو من جهة اليسار ياخذ المساحة عرضية ملعوبة لصالح نادي الكويت بتمر لكن يتابعها القلاف مع أحمد زنكي. زنكي يخطفها بحاول لكن يتأكد شوف العادة وشوف الضغط ما بين اللاعبين هل فيها لمس هل فيها إعاقة يعني التلامس كان والشد من اللاعبين. هو صاحب القرار بالإعادة لعادة إذن علي محمود يتابع اللقطة ويرجع لقرار الفار اللي يسجلها في مرمى السالمية. نواف المنصور يوسف ناصر سجل هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني لصالح نادي الكويت عن طريق ركلة الجزاء يوسف ناصر بالدقيقة 40 من أحداث المباراة في الشوط الأول. يوسف ناصر بيحطها على يمين حارس المرمى هدف ثاني من ركلة جزاء إلى جمعة سعيد. نغلة محاولة متزنكي سامي الصانع كرة ملعوبة حلوة هذه يوسف ناصر بحط بالجول الله 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 جول لصالح نادي الكويت. جول جول ونغلة سريعة تشوف الكرة كانت ما بين اللاعبين سامي الصانع لمسة والثانية لعبها بكرة عرضية لف الكرة إلى يوسف ناصر اللي ماخذ المكان الصحيح أمام مرمى نادي السالمية وكأن الأمور أصبحت غير جيدة بالنسبة لنادي برزوق
الى باتريك فابيانو ناحيه اليسار، ينطلق بيحاول المرور، بيلعب كره عرضيه بتمر خطره بالراس، لكن اللي خارج الملعب من حسين الموسوي. خارج الملعب حسين الموسوي بيستقبل اولى كرات السالميه الخطره على مرمى نادي الكويت. تكلم عن الدقائق الاولى، الخمس دقائق الاولى، شوف باتريك فابيانو اخذ المساحه وصنع كره عرضيه. النتيجه اذن كبيره في احداث الشوط الاول، كره منقوله ناحيه اليمين اللي بتقدم سامي الصانع، ظهير ايمن بيحاول يمر من حمد القلب مبارك منيني، ومر سامي الصانع بيلعب كره عرضيه بتمر خطره، خطر الله، جول جمعه سعيد. يرجع اذن الى اللقطه علي محمود، هل اللقطة فيها تأثير لصالح سامي الصانع ولا الكرة سليمة؟ علي محمود يرجع لي المباراة إلى جمعة، مور بلف يلعبها إلى يوسف ناصر، مرة ثانية إلى جمعة سعيد، مور اطرالي صالح نادي الكويت، جمعة سعيد لعبها على المرمى يصيدها حارس المرمى نواف المنصور، حلوة. وهذه هي لعبة جمعة سعيد اللي حاول انه يسجل، والقراءة السليمة، وهذه هي الإعادة. شوف الإعادة، شوف جمعة سعيد يعني أعطى يعني الفكرة كأنه راح يلعب الكرة، لكن نواف المنصور عنده قراءة وعنده رؤية كانت بأن اللاعب الزميل ما عنده إمكانية ممكن يستقبل كرة من جمعة سعيد، أو أنه أخذ قراءة البنية الجسدية لجمعة سعيد لأن الكرة راح توجه على المرمى، وهو لصالح السالمية، موسوي بيحط على المرمى، الله، حلوة حلوة، حسين الموسوي بيحط له كرة قوية أرضية أبعدها أيضا باللحظة الأخيرة بيد القلام. شوف لعبة قوية مرت، الأمسة كانت من حارس المرمى حميد القلاب لخارج الملعب، كورنر لصالح السالمية كثيرة، وآخر مباراة سجل هاتريك أمام الساحل، وهذه اللعبة حلوة من حميد القلاب إلى فيصل زايد، جمعة سعيد بيحاول يمر ما بين الثلاثي، الله، في الوقوف السليم أيضا نواف المنصور حارس مرمى نادي السالمية، شوف شوف كرة قوية بيسارة، لكن اللمسة الأخيرة كانت لنواف المنصور، والكرة رايحة بكل قوة الحقيقة من جمعة سعيد ونواف المنصور. في سوكو كرة ملعوبة لصالح نادي الكويت، قدم سريع الآن فيصل زايد، عبد داخل المنطقة ثم انتهت الحد بالراس، الله، جول حلو، جميل جميل جميل، هدف علاء عباس يسجل الهدف الرابع لصالح نادي الكويت، حلوة حلوة حلوة، لعبة حلوة الحقيقة من فيصل زايد، وتدخل جميل من علاء عباس، شوف علاء عباس حلوة حلوة، حاطها براسه بالزاوية البعيدة على يمين مرمى نادي السالمية بلمسة جميلة ولقطة جميلة، مع أولى لحظات الهجوم الكويتاوي في هذه اللحظات. أيضا شوط ثاني جميل من نواف المنصور حارس مرمى نادي السالمية، فهد مرزوق بيلعب كرة طويلة إلى حسين الموسوي اللي أخذ مكان الآن، والانفراد مع حارس المرمى، الله، حلوة حلوة حلوة، هدف حلو، هدف حلو من حسين الموسوي اللي كان راجع ويساند ويدعم، يأتي الآن ويتقدم وياخذ المساحة بعد ما غير الموقع ليستفيد من مكانه ليسجل هدف جميل يعني نجومية حسين الموسوي اللي استقبل كرة بصدره وتقدم فيها وحطها على يسار حارس مرمى حميد القلاف. شوف الإعادة وشوف الرؤية السليمة الحقيقة في أخذ المكان المناسب، الاستقبال الجميل إلى لمسة كانت جميلة بالتسديدة قوية على يسار حارس مرمى، في لقطة كانت فيها خبرة الحقيقة من حسين الموسوي. وهذا جمعة سعيد بيطوف من اللاعبين، بيتقدم جمعة سعيد وينفرد مع حارس المرمى، لكن رجوع سريع جمعة سعيد، الله، شوف الإعادة، شوف جمعة سعيد مر من اللاعبين، مر من اثنين وتقدم، لكن في اللحظة
اللي تاخر فيها ايضا كانت في تغذيه دفاعيه، رجع مره ثانيه جمعه سعيد سيطر على الكره وسدد على المرمى وكانت هي فرصه هدف لصالح نادي الكويت، لكن نواف المنصور رشيدي بيحاول لكن تلمس سامي الصانع بالسلامه، سامي الصانع بالسلامه، كره لمست سامي الصانع مؤثره كانت على توازنه في ارضيه الملعب، سامي الصانع بالسلامه.